عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم عن الفصل الرابع واللي هو خاص بالداتا كواليتي اند ايرورز. الموضوع مالتنا اول ما يبدي شلون نقدر نحدد مقدار الخطأ اللي موجود في البيانات اللي نستخدمها، والداتا مالتنا من نقول perfect GIS data ماكو فد شيء اسمه perfect GIS data، لابد انه تكون عندي نسبة من الخطأ. اول وحدة من الاخطاء اللي احنا تكلمنا عنها بالفصول السابقة واللي هي قلنا تمثل لي الكارتوغرافي او الخرائط، فعلم الخرائط هو اصلا عندنا خطأ في تحديد الموقع على الخارطة بالضبط كما هو او النسب بيناتهم كما هو بالنسبة الى الواقع او على الارض، وهذا أول خطأ واللي إحنا اتفقنا عليه أو اللي شرحناه سابقاً أنه دائماً هناك أخطاء، فلذلك نأخذ عدة طرق للبروجكشن لرسم الخرائط وكلها بها نسبة خطأ إما بالمسافة أو الاتجاه أو المساحة إلى آخره، وقسم منها تكون بها أكثر من نوع من الخطأ من هذه البروجكشن اللي ننفذها. من نجي على النقطة الثانية اللي هي هذه أول خطأ. الأخطاء الأخرى اللي هي تعتمد مثلاً على نوع البيانات اللي أني ماخذها، إيش قد الدقة مالتها، الوقت اللي أني أخذتها بها هل هي قريبة أو هي بعيدة. بالنسبة إلى أنواع الأخطاء اللي ممكن تكون عندي أول شيء لازم نأخذ تعريف، يعني اللي هو الأكيوريسي والبريزيشن. بالنسبة للأكيوريسي اللي هو إيش قد البيانات قريبة على بالخارطة، قريبة على الـ يعني الريل وورد اللي هو على الواقع الفعلي. يعني من نقول انه البيانات هذا الشخص في المكان الفلاني على الخارطة، ايش قد الدقة مالته بالنسبة الى الموقع على الفعلي لذلك الشخص. هذا طبعا يعتبر بالنسبة للأكيوريسي، لذلك انه الأكيوريسي او الدقة اللي بدنا نتكلم عنها اللي هي تعتمد على الموقع الجغرافي، وأيضا ممكن أن تكون هي عبارة عن الداتا اللي مرفقة اللي هي الاتريبيوت اللي مرفقة مع الجي اي اس بروجكت. النوع الثاني اللي هو البريزيشن، والبريزيشن هو شقد دقة البيانات المرافقة للبروجكت للجي اي اس بروجكت. البيانات هنا اللي نتكلم ممكن تكون دقيقة، ولكن هنالك خطأ في عملية جمعها، واللي هي ممكن يكون الشخص المساح عنده يعني قام بمجموعة من الأخطاء أو أنه سجلها بشكل خاطئ هذه الداتا، فبالتالي من نجي نسقطها على البروجكت مالتنا نشوف عندنا هيكون مجموعة من الأخطاء اللي تظهر بالنتيجة. نجي الآن على السورس للأكيوريسي والإمبريزيشن، يعني المصادر اللي تسبب لنا هذه عدم الدقة للبيانات اللي قاعد نستخدمها. أول شيء ممكن يكون عندي أو أول مسبب للأخطاء هو السكيل مال الخارطة. سكيل الخارطة لازم يكون مناسب للبروجكت مالتك، يعني كأن يكون انت تريد تحدد المواقع لكل بيت في منطقة معينة، فلازم يكون عندك السكيل مال الخارطة يوصل الدقة مالته بحيث انه تقدر تحدد هاي البيوت. لكن اذا كنت تتحدث عن الحدود الإدارية مثلا للمحافظات، لا، ممكن انه الخارطة مالتك ان تكون السكيل مالتها الدقة مالتها قليلة بحيث انه ينطيني البيانات المطلوبة في تحديد هذا البروجكت. النوع الثاني المسبب للأخطاء هي الايج اوف داتا، او ايش قد عمر البيانات. عمر البيانات هنا مهم،
يعني ممكن أنا خلال هاي الفترة اللي تركت بها البيانات ما عالجتها صار عندي تغيرات بهذه البيانات، كأن تكون صار بها اندثار أو صار بها فتاير تيمبرولي اللي هو زمني إلى آخره. فهذه لازم واحد ينتبه إلى عمر البيانات اللي إحنا نشتغل عليها. النوع الآخر اللي هو الأخطاء اللي تظهر بسبب الفورماتينج أو كيفية تنظيم البيانات. احنا عندنا بالفورماتينج قسم من عندها نسوي ري بروجكشن او نسوي امبورت اكسبورت للراستر الى الفكتر. احنا مو ممكن نحول الراستر الى الفكتر او بالعكس من الفكتر الى الراستر، فهذه طبعا بها نسبة من الاخطاء، والنسبة من الاخطاء يعني تكون تعتمد حسب الدقة مال الراستر والبيانات ايش قد كمية البيانات اللي بيها وش قد من عندها ما حيصير عليها راوندينج بحيث تتحول من نوع إلى آخر، أو نسوي ريبروجكشن. يعني مثلا إحنا كنا مسقطين الخارطة مالتنا ب مثلا إنه جيوغرافيك كوردينيت نحولها إلى UTM. من نحولها إلى UTM أكيد إنه حيصير عندنا نسبة من الخطأ في عملية التحويل، وإحنا أخذناها بالمحاضرات السابقة شوفتكم شلون إنه الخارطة من نحولها من بروجكشن إلى آخر أو من كوردينات إلى آخر شلون إنه شكل الخارطة أيضا حيتغير عندنا. إذن حيكون عندي quantitative و qualitative error، يعني اللي هي الأخطاء الكمية والأخطاء النوعية، واللي هي احنا اخذنا امثلة عليها، وسنكمل في باقي المحاضرة شنو باقية المسببات لهذه الاخطاء. يعني عندنا احنا من الـ quantitative error اللي هو من تجي تحدد مثلا منطقة على الخارطة، وهاي المنطقة انت حددتها مثلا بأنه هي مارشز اللي هي الأهوار في حين هي تربة، وهاي طبعا انت معتمد على تفسيرك إلى الصور الفضائية اللي هو كان بها نسبة خطأ. فهنا ليش حتكون هذه؟ مثلا أنا ما عندي دراية مسبقة لهاي المنطقة، أو ما عندي بيانات عنها فعلية حقلية أنه أنا ما ماشي لهذه المنطقة ولا عندي بيانات عنها، فبالتالي ممكن أنه يكون عندي التحديد لهذه المناطق وتفسيرها أو تعليمها كأن هي أهوار أو أنه هي تكون منطقة زراعية حتى تسبب إلى خطأ كبير في إعطاء الصورة. أو ممكن أنه حتى المناطق المفتوحة اللي هي مثلاً التربة مثلا انت شلون تعرف انه هذه التربة مثلا رملية، هاي المنطقة يعني المنطقة مثلا ترابية جافة رطبة الى اخره من هذه المعلومات. هذه كلها ايضا حتكون عندي تعتمد على البيانات ودرجة الدقة النوعية لها. طبعا ومن ده نتكلم هنا عن التربة اللي هو تحديدها على الخارطة. انت عندك منطقة مفتوحة، خلي نقول مثلا احنا ده ناخذ المنطقة الغربية. المنطقة الغربية نعرف بها هي مناطق صحراوية او مناطق جرداء، يعني فيها نسبة الزراعة قليلة، فبالتالي تحديد نوع التربة بهذه المناطق انه هذه التربة شنو نوعها، والمناطق المنطقة الاخرى يعني مثلا كل بقعة كل موقع الى اخره، هذا التحديد مالتها ممكن يكون بخطأ بالتحديد، لكن مثلا الحدود اللي دارية في نفس الخارطة تكون دقيقة. فلذلك هذه من نتكلم عن البوزيشنال اكيوريسي واللي هو يعتمد على الكارتوغرافي، يعتمد على تحديد المواقع على الخارطة ودقتها مع الريل وورد. وبالتالي حيكون عندي نشوف انه الشوارع الحدود الإدارية مثلا النهر الى اخره نشوفها، هذه كلها دقيقة، ولكن عندي مثلا اخطاء اخرى اللي هي حتظهر وين؟ تظهر ب المناطق اللي هي مثلا صعوبة تحديدها، اللي هي مثل ما تكلمنا عنها اللي هي
نوع التربة، نوع الزراعة، هل هي منطقة زراعية أم هي منطقة أهوار إلى آخره. ومعتمدين طبعا احنا بهاي الحالة على اليمن، معتمدين على الصورة الفضائية وتحليلها. topological error واللي هو عادة تظهر عندي من يصير عندي digitizing process، واللي هو معناته انه اني دا احول البيانات مالتي الى رقمية. طبعا هنا انا حيكون مثلا بتحديد البوليغونز اللي احنا دا نشتغل عليها يسبب خلل او خطأ ب البيانات اللي احنا وضعناها على الخارطة. ممكن انه يكون عندي اخطاء متعمدة صارت، واللي هي الاخطاء شو وقت تصير؟ مثلا انه انا من اريد اخلي البيانات كلها على الخارطة اشوفها صارت too crowded، فانه اقلل في بعض الاحيان قسم من البيانات، وبالتالي حتقلل من دقة الخارطة ومن دقة البروجكت اللي احنا قاعد نشتغل عليه. خطأ آخر ممكن نواجهه اللي هي الأخطاء اللي تجيني من الإعلانات التجارية اللي هو مجهز النظام البروجكت ما جي اي اس. يعني أنا البروجكت ما جي اي اس عندي شركة وأريد أسوي الإعلان مالتها وأحدد الموقع، أحدد مكان الشركة أو مكان المنافذ مالتها إلى آخره، فممكن أنه يدخل أسماء غير صحيحة، ممكن يدخل يعني على سبيل المثال من باب انه نوع اعلان بالنسبة له او تجاري، فيدخل اسماء غير صحيحة او يخلي طرق غير موجودة على الخارطة. فلذلك هذه ممكن انه نواجه هذا النوع من الاخطاء. الان نجي على الموضوع بشكل عام. احنا عندنا هذه الاخطاء هي موجودة، والأخطاء لازم إحنا قدر الإمكان شو نسوي؟ نحاول نقللها على مود تكون الدقة أو الاعتمادية والثقة بالبروجكت مالتنا تكون أعلى. هنا من نجي على هذه البيانات، إذا كنت دا أستخدم بروجكت على سبيل المثال يحتوي على مجموعة من اللايرات، وكل لاير بي مجموعة من البيانات، وتتعرفون هذا الشيء إحنا أخذناه إنه GIS بروجكت هو يتكون من مجموعة من اللايرات مترابطة. فتخيلوا إنه إذا بلاير الأول أكو نسبة خطأ، وطبعا اللاير الثاني ايضا بنسبه خطا، وهذني اللايرين احنا لابد انه نربط فيما بينهم، واللاير الثالث والرابع والخامس، وبالتالي ايش حيصير عندي؟ كوميوليتيف ايرور او مجموعه من الاخطاء اللي هي تكون كبيره. ليش؟ لان تتجمع عندي من كل لاير، تبدي هاي البيانات اللي بيها خطأ تزيد نسبة الخطأ، وبالأخير النتيجة النهائية نشوف أنه هذا الخطأ حيصير بمقدار كبير جدا، فإذا البروجكت مالتنا حيكون غير معتمد لأن البيانات مالتها غير دقيقة. فلذلك من تستخدمون البيانات مالتكم لازم تكون شقد ما بيكم تدققون عليها، تكون دقيقة الوقت مالتها، الشخص اللي سوى السيرفي وسوى المسح الحقلي لازم يكون دقيق جدا، ينتبه انه الميتا داتا اللي احنا ناخذها لازم ينتبه عليها ويحاول انه يعرف المعلومات عنها قبل ما يجي يشتغل عليها. شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي بمحاضرات قادمة.